السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد من محل يسر شوب للملابس التركية. اللي اول مرة كيشاهد الفيديو ديالنا، احنا محل خاص ببيع الملابس المحجبات المستوردة من تركيا، متواجدين بالدار البيضاء بالضبط في الولفة حدا مسجد الحاج فاتح. غادي نخلي لكم نبغوا التليفون، اي وحدة بغات شي حاجة راه ممكن وصلوا لجميع المدن وتوصلك حتى للدار ان شاء الله. وبقوا معايا البنات تشوفوا جميع الموديلات اللي كاينين دابا في المحل وتشوفوا ان شاء الله لي سولد اللي كاينين. نبداو بهذا الموديل، هذا الغزال، شوفوا الستيل ديالو من اللور غزال البنات. بزاف كانوا كيسولوني على موديلات طوالين هكا، علاش درت فيديو خاص بداكشي طويل تل تحت. فشوفوا معايا جميع الموديلات اللي كاينين، وفي الاخر خليت لكم واحد لونسومبل ديال 3 بياس دخل في واحد البرومو اللي واعر. دونك شوفوا البنات لا فيديو كامله. شوفوا معايا هذا الموديل، هذا شحال كيحمق غزال، الستيل ديالو اللوينات اللي فيه واعرين. شوفوا هذا البلو بيترول، كاين فيه كذلك الخزي، حتى هذا البلو بيترول فيه نفس الشكل من اللور. هانتوما كي كتشوفوا موديل ديالو رائع، هذا كيتجي مع بونطالو، يعني ضروري كيتلبس مع بونطالو. شوفوا الشكل، غير يحاب شويه قصيره داكشي لبساتو بوحدو، الشكل ديالو جاي غزال. حتى هاد العبايه هادي كيف كتشوفوا غزاله، الستيل ديالها غزال. بالنسبة لي طاي فيها من 38 حتى لا طاي 44، وراها وافية البنات فغيمون وافية، يعني لا طاي 38 تلبس 40 وأكثر. ثم فيها جوج تلوينات بالكابوشة البنات، هانتوما فيها جوج تلوينات، فيها هاد الموف. دراري حاب نوريهم الكابوش، هانتوما والتوبه البنات كريب، فيها هاد السير من هنا ممكن يتحزم وممكن لا، هانتوما ممكن تطلقوها. فيها لي بوش بيان سور، وكتجي طويله تل تحت. واللون الاخر كذلك هو الزيتي اللي لابسه ريحه موجود الخير البنات. وحاجه اخرى ما نسيت نقولها لكم، راه كلشي برومو كنذكر بها البنات، راه كلشي عليه موان 20%. نورمالمون هاد العبايه هادي اللي كتشوفوا فيها كانت ب 800 درهم، ودابا مع لي سول ديال 20% دونك بقات الثمن ديالها 640 درهم. شوفوا الشكل ديالها، انا نعاود نوريكم هنايا لي ديتاي ديالها. فيها هاد الدونتيل من الكمام كي كتشوفوا، وكاين الغابيل ديالو هنايا في القب. نعاود نوريها لكم هنا من القدام كامله، شوفوا الشكل ديالها غزال. يعني البنات بالنسبه اللي ما كيلبس هكا طويل كنصحكم تجربوه، لانه فعلا كيجي انيق بزاف في اللبسه وكيجي سهل. يعني هاك ولو تلوحيها عليك وانتي لابسه واجده موجوده. ويلا عندكم البنات شي مناسبه هكا خفيفه ظريفه، شوفوا هذا الموديل، هذا غزال 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 وانيق بزاف. هو بصراحه ما يتلبسش في الايام العاديه لانه كله كيلمع. غنوريكم لي مونش ديالو، تكون عندك هكا شي مناسبه خفيفه غزاله، فيه هاد لي زيستراس من هنا ولي بيرل كيلمعوا، كتجي فنه يعني مباشره البنات، حسن بزاف من لا فيديو. دائما كنقولها لا فيديو كيحقر لبسه، دونك من اجيو تشوفوها البنات وشوفوا الشكل ديالو مباشره كيفاش داير. انا بعدا سالا معايا حمقني هذا الموديل بالنسبه للوينات اللي فيه. هذا اللون، هذا الطابه، شوفوا كيفاش جاي غزال، شوفوا كيفاش دوك لي زيستراس كيلمعوا. هادشي علاش قلت لكم زعما بالنسبه لي انا، المهم ما نلبسوش زعما في الايام العاديه ولا في الخروج، هذا عادي كيجي للمناسبات اللي خفافين، عندك شي انيفيرسي خفيف شي حاجه هكا. ونوريكم البنات حتى هذا الفولار، هذا كلشي عليهم تخفيض ديال 80%. اي حاجه عندنا في المحل، لي بوركيني، اي حاجه اي حاجه البنات، لي فولار، اي حاجه فيها تخفيض ديال 20%. دونك هاد العبايه الثمن ديالها نورمالمون 800 درهم، دابا حتى هي ب 640 درهم. وشوفوا الموديلات، هذا الفولار هذا بالضبط كان ب 150 درهم، دابا 120 درهم. نعاود البنات نوريكم العبايه من القدام، شوفوا صراحه غزاله غزاله، باش ما نطولش بزاف نوريكم حاجات اخرين. شوفوا ثاني البنات هذا الموديل، هذا ديال ديما هذه المره، شوفوا شحال غزال كيوت واعر، اللوينات فيه كيحمقوا كلهم زوينين.
لي طاي زوينين، فيهم من 38 حتى لطاي 50، يعني وافين كبار عادي، لطاي ديالهم مزيانه. شوفوا الشكل ديالهم غزال، لوينات فيهم البنات واعرين، حمقوني. كاين هذا اللون اللي لابسه رحاب، كاين طابة، وكاين كذلك اللون اللي كيقولوا ليه القرميدي ولا اللون ديال القرمود. هنوريكم لي ديتاي اللي فيها، شوفوا لي مونش حتى هما فيهم هكا لي زيستراس، وكاين هكا هاد الموزونه هذا ومطروزه. شوفوا الشكل كيفاش جاي غزال، الستيل ديالها رائع. نحاول نقرب لكم البنات اللوينات باش تشوفوهم انتوما. ها هو اللون الكرميدي، نوريكم لي مونش، كيجي هذا اللون واعر البنات مع البيج، كيجي رائع. وكاين الطابة اللي هو هذا واعر حتى هو انتوما، طويله البنات طويله كي كتشوفوا البنات. نوريكم المونش ديالها حتى هي، نقربها لكم اكثر ونعاود نوريكم الموديل كامل. شوفوا، وحتى هي فقط البنات الثمن ديالها بخومو 640 درهم. كاين البنات ثاني هذا الشكل هذا ديال غوب على شكل عبايه، حتى هي غزاله فنه، والثمن ديالها البنات 450 درهم برومو. شوفوا تقيدوا، شوفوا هاد الحجيرات فيها من هنا، الشكل ديالها غزال بزاف، وكتحزم الا بغيتو تحزموها صافي دوري. شوفوا الشكل ديالها طويله، فيها واحد الفتحه من اللور، بالحق ما كتبينش الرجل، غير ديكور وصافي. وفيها هاد الحزام هاي اللي بغات ديرو ديرو، اللي ما بغاتش راه كيجي مطلوق غزاله. وبالنسبه للوينات دوري رحاب، كاين الخزي انتوما كي كتشوفوا الخزي غزال. بالنسبه لي طاي فيها من 38 ل 44 انتوما. اوكي باقيين كي قلت لكم بزاف ديال الموديلات. شوفوا ثاني هذا حتى هو شحال زوين، غنوريكم التريزات اللي فيه باش تشوفوا كي داير انتوما. نقرب لكم شويه، انتوما كي كتشوفوا الموديل غزال، فيها تريزات بالبيض، تشكيل رائع فريمون زوين. وبالنسبه لهادي حتى هي البنات برومو 640 درهم. غير واحد الملاحظه البنات، ملي غتدخلوا المحل غتلقاو لي بري اللي مكتوبين فعلى كل لبسه هذوك بلا برومو، يعني غادي تلقاو مثلا هذه مكتوبه على 800 درهم، دونك حتى زعما حتى غادي تبغي تاخديها عاد غادي يديروا لك موان 20% فهمتي، باش ما تجيوش وتلقاو 800 درهم وتقولوا راه مثلا سمعنا اقل. وكاين البنات هاد العبايه السامبل، شوفوا شحال طويله طويله بزاف. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي راه ما حناش طوال حتى لهاد الدرجه، راه ممكن تنقص حيت سهله، ماشي زعما شي حاجه اللي صعيبه، تنقص من الطول. وكاين بطبيعه الحال اللي كيلبس لي طالو هذا راه كيجيو هما هادوك. كاين في هاد السمو هذا اللي لابسه رحاب ها هو، وكاين البيج والطابه. نوريكم لي ديتاي ديالها، شوفوا لي مونش البنات غزالين. بالنسبه لي طايره فيها من 38 حتى ل 44، 44 ديالها وافيه، يعني الموديل كله وافي انتوما. الشكل غزال، واللوينات كيف كتشوفوا هما هادو بالنسبه للبنات. الثمن ديالها البخي نورمال 550 درهم، وغادي نعاود نذكر كاينه موان 20% دونك كتبقى ب 450 درهم. وتبا البنات كريب طايح، ديري هكا شوفوا شحال طايحه غزاله. وكاينه البنات هذا الموديل هذا حتى هو طويل، هذا ديال لامارك زهره، الشكل ديالو غزال، شوفوا كي جاي كيحمق
نوريكم لي ديتاي اللي في لي مونش. نتوما شكل رائع، كاين فيه هاد اللون وكاين فيه كذلك هاد اللون اللي طايبه ديال من لاطاي 40 ولا من 38 حتى لاطاي 50. شكل غزال. كاينه حتى هاد العبايه هادي حتى هي غزاله البنات، شوفوا الستيل ديالها شحال زوين. اللون كنظن كنتو شفتوها من قبل، كان فيها الكري دخل فيها حتى هاد اللون هذا. الموديل ديالها رائع بزاف، شكل كيحمق. لون لورانج، وبالنسبه لي طاي فيها من 38 حتى لطاي 46، بالنسبه للكري بقات بياسه وحده لطاي 38. تشوفوا معايا هذا الموديل هذا حتى هو دخل في ليكيداسيون توتال، 4 بياسة البنات فقط ب 520 درهم. كاين فيها لا شوميز، البونطالون ولا سانتور وحتى لا فيست. واللوينات البنات كيف شفتوا الاول الغوز، هذا كريمي. كاين كذلك هذا اللوين هذا البلو سيال، وكاين البنات الزيتي اللي هو هذا غزال صراحه. وبالنسبه لي طاي راه فيهم من 36 حتى لا طاي 44. كاين البنات شي موديلات اللي ما قدروش يلبسوهم فيهم لي غون طاي، بحال هذا الباج هذا. تبارك الله اللي كيقولوا لي ما عندكمش الموديلات طوالين، راه ما شاء الله لتحت كي قلت لكم ماكازا لتحت كلها فيها غير داكشي الطويل. انتم شوفوا هذا الموديل حتى هو، بزاف كانوا يسولوني عليه فاش كانت لبساتو امل جرنان، كان بزاف سولوني عليه. بالحق بقات فيه غير لاطاي 38 ولا لاطاي 40. لي غوب حتى هما راه سولد البنات 400 درهم. كاين فيهم بزاف الالوان، كاين هذا الموديل حتى هو طويل، كاين الكري لون غزال. شوف ديالو كيفاش جاي. كاين كذلك البنات هذا السيال هذا، لوين رائع حتى هو راه طويل. وكاين هذا اللون هذا طابو اولا الموطاط هذا، اه موطاط حتى هو اللون رائع. هو هنا باين اللون مزيان. هذا الموديل هذا كذلك بقات فيه قطعه في هذا اللون لاطاي 46 وفي البوردو، في البوردو البنات لاطاي 50. كاين هذا، كاين كذلك هذا، هذا الموديل راه لبسناه. كاين هذا حتى هو طويل على شكل عبايه غوب، يعني كاين بزاف الطوال. كاين هاد لاغوب البنات حتى هي في لاطاي 38 بياسه اللي بقات. كاين الاسود لاطاي 40. كاينين البنات حتى لي غوب هكا طوالين سامبل. كاين كذلك هادي حتى هي سامبل. كاين هاد لاغوب هادي غزاله بزاف، بقات فيها قطعه وحده لاطاي 48. تكونوا شفتوها في الانستغرام ملبوسه، الشكل ديالها غزال. كاين البنات حتى هاد لي توين هاد الشكل هذا، حتى هو راه فيه برومو 350 درهم جوج بياسات. وكيف قلت لكم راه اي حاجه في المحل، اي حاجه البنات كيف قلت لكم اي حاجه في المحل راه فيها ناقص 20%. كاينه هذه حتى هي طويله كتجي رائعه فنه في البيسه ديالها، فيها الصفر كذلك. وكاين الاخضر بقات في بياسه واحده لاطاي 48. وكاينه البنات حتى هذا الموديل هذا، فانا خليت لكم نمره التليفون الفوق البنات، اي وحده بغات شي حاجه عليها الا تصيفط لينا ميساج باغ واتساب وتوصلها لا كوموند ديالها حتى للدار ان شاء الله. نتوما راه كاين بزاف كي قلت لكم ما يتشاف. هكا البنات كتكون الفيديو ديالنا سالات، نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.